اتفضلي يا ماما، انا قلبت عليها الدنيا. ليه يا امنيه بتدوري عليها ليه؟ عشان تديني مصروف. مصروفك؟ ايوه. ليه يا امنيه عايز ايه من مصروف؟ عايز اجيب حاجه حلوه يا ماما. في ايه حاجه حلوه؟ انت عارفه بقى يا امنيه، لو انا اللي كنت قلت لك خش دوري على شنطه عشان عايزاها ما كنتش جبتها لي يا امنيه، صح ولا مش صح؟ صح ولا لا؟ لا لا برضو. ماشي امنيه. نعم. بصي يا امنيه مش معايا، فكستني لما هو يجي ابقى اديك مصروف. طيب ماشي. بصي بقى انا فكها لك. انا قلت لك فكيها؟ انا فكها لك. استني يا بنت بابا يجي الاول. يا ماما قلت لك انا فكها لك، انا بنتك حبيبتك يعني في ايه؟ خلاص يا امنيه اللي انت عايزاه، جيبي الحاجه الحلوه اللي انت عايزاها، بس خلي بالك على نفسك يا امنيه. مع السلامه يا ماما. عايزه ابص. طيب باي باي يا امنيه. مع السلامه. باي باي يا حبيبتي. يا ماما يا ماما انت فين؟ والنبي يا ماما رد عليا. يا ماما انت فين؟ يا ماما يا ماما رد عليا. انت فين يا ماما؟ يا ماما انت فين يا ماما؟ في ايه حبيبتي مالك؟ بص انا هقول لك، انا كنت بلعب بالهوفر بورد وما كانت واقفه جنبي، دورت وشي ما لقيتهاش جنبي. يعني انت حبيبتي مش لاقيه مامتك؟ ايوه. طيب انت كنت بتلعبي فين؟ تقريبا لا كنت بلعب هنا تقريبا. كنت بتلعبي في الشارع ده يعني؟ بس انا مش فاكره. طب بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، ممكن مامتك راحت تجيب حاجه وجايه، خليكي هنا اوعي تتحركي، اكيد هي جايه لك. ماشي ماشي. اوعي تمشي. ماشي. ان شاء الله تلاقي مامتك يا حبيبتي. ان شاء الله. ماشي. يا ماما فينك يا ماما؟ انت فين يا ماما؟ والنبي يا ماما ردي عليا. يا غزل يا غزل، انت رحتي فين يا غزل يا غزل يا غزل؟ في ايه غزل؟ والنبي حبيبتي انا بنتي كده راكبه هافر بورد كده ولابسه فستان بينك، انا مش لاقيها، كنت بتكلم في التليفون وفجاه سهد بعيد عني، مش عارفه هي راحت فين. طب بتلعب بالهافر بورد؟ ايوه ايوه يا طنط، انا شفتها يا طنط، انا شفتها كنت عماله تدور عليك. بجد شفتيها؟ طب هي فين؟ هي فين؟ في الشارع اللي قبل ده يا طنط، عيني كانت صعبانه عليا قوي والله. طب بصي يا حبيبتي معلش انا اسفه، اصل انا مش من هنا من المنطقه وانا ما اعرفش هنا الاماكن، ممكن بس تيجي معايا توريني مكانها فين؟ معلش معلش عشان خاطري. ماشي يا طنط اللي انت عايزاه دي شبه ماما. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. ماشي. هي فين يا حبيبتي؟ هي فين يا طنط؟ هي كانت هنا يا طنط عماله تلعب هافر بورد والله. طب راحت فين؟ انا مش شايفاها قدامي، مش شايفاها، هي راحت فين؟ انا مش عارفه يا طنط، انا مش عارفه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ بس ده ابوها لو عرف هيموتني هيذبحني، وهي بنتي قلبي وجعني عليها، مش عارفه اعمل ايه. طيب انت كنت طولت. طيب طيب انا طبيعي، انا بصي انا مش عارفه الاماكن، فانت هنا من المنطقه وعارفه الاماكن، فممكن بس تيجي معايا توريالي، انا مش عارفه حاجه هنا خالص عشان خاطري. حاضر يا فندم. حاضر اللي انت عايزاه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يا محمود يا محمود، ما لقيتهاش ما لقيتهاش، لقيتها دورت عليها. انت لقيتها؟ انت عارفه مش عارف اي حاجه هنا، وانا ما اعرفش حاجه. الدنيا. طب انا دلوقتي جوزي لو عرف مش هيسيبني مش هيسيبني مش هيسيبني. إيه يا محمود؟ بس ايه ده؟ مين دي؟ دي هي بتقول ان هي شافت غزل إيه وهي بتلعب. شفتيها؟ بجد والله شفتيها. ايوه ايوه كده. كانت راكبه كده هافر بورد. ايوه كانت راكبه هافر بورد، كانت لابسه كده فستان بينك. ايوه. انت اصلا من هنا ولا مش من هنا؟ انا ايوه انا من هنا ست. بس احنا مش من هنا. بصي يا حبيبتي معلش، طب تعالي اركب معانا بسرعه كده. اركبي معانا عشان خاطر انا زي ماما حبيبتي. اركبي وقولي لنا الشارع هنا ولفوا العربيه احسن بدل على رجلينا. يا بنتي ما ينفعش والله. حبيبتي بصي انا قلبي وجعني على بنتها. قلبي وجعني على بنتي عشان خاطري، مش قادره تمشي على رجليها. وانت زي بنتي برضه وانا زي مامتك. ماما قالت لي ما ينفعش اركب عربيه مع حد عشان خاطري. حبيبتي احنا غراب هنا عن المنطقه، انت هتعرفي المنطقه هنا. بصي انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا همشي لو انا لقيتها هقول لها ان انت بتدوري عليها. طب وانا هعرف المنطقه هنا فين والاماكن. يلا كابي 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 كابي. ما ينفعش والله. اركبي بس يلا. انت قلت لك ما ينفعش بقى خلاص. طب ماشي اركبي هنبص عليها. اركبي انت ماشي. تعالي يا حبيبتي زي مامتك يعني. يا عيني طنط دي صعبت عليا قوي عشان هي مش لاقيه بنتها. انا اساسا ما ينفعش اركب معاها العربيه عشان ماما ما تزعلش مني وانا بسمع كلام ماما. طيب انا بقى هدور لها على بنتها، لو لقيتها هوصلها لها. حبيبتي حبيبتي والنبي يا حبيبتي معلش. نعم يا طنط. والنبي حبيبتي بصي
انا مش من هنا من المنطقة، وبنتي مش لاقياها، تهت مني تهت مني، كنت بتكلم في التليفون صحيت عنها ببص جنبي ما لقيتهاش. بصي بصي هي كانت راكبة كده هافر بورد ولابسة فستان بينك كده، ما شفتهاش من النبي حبيبتي. ايوه يا طنط انا شفتها يا طنط، انت عارفة يا طنط كانت بتلعب في الشارع اللي هناك دوت. بجد يا حبيبتي بجد. ايوه ربنا يخليكي ربنا يخليكي. بصي انا مش من هنا من المنطقة، ممكن تيجي معايا بس؟ ايوه يا طنط حاضر حاضر. ربنا يخليكي يا حبيبتي ربنا يخليكي. ايه ده؟ طنط دي في الاول كانت ماشيه عادي خالص، انا فكرتها اللي هي لقيت بنتها. بعد كده اول ما البنت جرت عليها قالت له النبي يا حبيبتي، وعملت نفسها كانها بنتها مش لاقياها. طنط دي حاسه ان هي فيها حاجه غلط. طيب اعمل ايه اعمل ايه؟ انا راح اقول لماما عشان ماما كبيره وتتصرف. انت عارفه بقى مقر الشركه بتاعنا هيقلوا دبي. بجد يا احمد؟ بجد احنا ممكن نروح نستقر في دبي الايام اللي جايه. قول والله يا احمد احنا هنروح دبي كلنا مع بعض. هنروح دبي وهنروح برج خليفه مش عارف هنروح فين وهنروح فين. الله يا احمد انا مبسوطه قوي. امنيه لما تعرف هتفرح قوي يا احمد. بجد والله؟ بجد يا احمد والله انا مبسوطه قوي. امنيه دي فرحيها فرحيها. امنيه يا ماما الحق يا ماما. في ايه يا امنيه؟ مالك مالك يا امنيه يا حبيبتي؟ في ايه يا امنيه؟ في ايه يا امنيه؟ بص يا بابا. قول يا حبيبتي. انا كنت ماشيه في الشارع لقيت ماما بنت كده عماله تدور على امها هي مش لاقيها. قلت لها ان شاء الله يا حبيبتي تلاقيها، اكيد راحت تجيب حاجه وجايه لي. تاهي انا حاميه. ايوه طيب. فبعد كده مشيت شويه كمان لقيت مامتها عماله تدور عليها. طيب قلت لها تعالي انا هوديكي لبنتك. اخدت طنط وبعد كده رحت عشان ادور على بنتها ما لقيتهاش. راحت قالت لي والنبي حاجه تعالي اركب معايا العربيه وندوروا عليها. فانا قلت لها لا يا طنط ما ينفعش. ايوه صح يا امنيه انت كده جدعه. قلت لها انا هدور لك عليها لو لقيتها اوصلها لك. مشيت يا ماما قعدت ادور على بنتها لقيتها مره واحده كده ماما ماشيه عادي خالص كان ما فيهاش اي حاجه وكانها لقيت بنتها. كنت لسه رايحه اسالها هي انت لقيتي بنتك؟ لقيتها يا ماما لقيت بنتي كده ماشيه في الشارع. قلت لها والنبي حبيبتي ما شفتش بنتي؟ نفس اللي عملته معايا عملت مع البنت دي يا ماما. طب ما ممكن يا امنيه فعلا كانت بتريح شويه مثلا ما تدور على بنتها وهي لسه ما لقتش بنتها. لا هي كانت ماشيه عادي خالص. انا كنت لسه بقول لك انها لقيت بنتها يعني الموضوع ما فيش اي حاجه عادي. الموضوع دوت ده في حاجه غلط. ايوه يا احمد في حاجه غلط. وبعدين يا امنيه ما تكيش دعوه باي حد في الشارع. مش انا منعاكي تكلمي حد في الشارع يا امنيه؟ هي صعبت عليا. لا يا امنيه ما تكيش دعوه بحد. ممكن تكون بتعمل كده قدامك عشان تصعبي عليها وتمشي معاها يا امنيه. بقول لك ايه يا امنيه؟ تعالى وريهم لي يا امنيه فين. تعالى وريهم احمد بعد اذنك. مالناش دعوه بالمشاكل دي. خلينا في بيتنا مالناش دعوه. لا 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 مالناش دعوه. ازاي يعني؟ ازاي مالناش دعوه؟ عشان خاطر يا احمد عشان خاطر امنيه والنبي بعيد عن المشاكل. بالله عليك يا احمد. لا انا اروح انا وامنيه دلوقتي نتمشى ونشوف الموضوع ده ايه. ماشي انا معاكي بابا. يا امنيه لا اسمعوا كلامي مالكوش دعوه بالمشاكل دي عشان خاطر يا احمد والنبي بعيد عن المشاكل. مفيش حاجه اسمها مالكش دعوه. سلمى بس انت يا سلمى بس. تعالى تعالى يا امنيه. طب خلي بالك يا امنيه والنبي يا احمد. يا رب سلم يا رب يا رب سلم. محمد يا باشمهندس احمد. محمد تعالى معانا بسرعه. في ايه بس؟ ماشي ازاي يا امنيه؟ ماشي كده ماشي. تعالى مين يا محمد؟ محمود محمود لقيتها لقيتها لقيتها. مش ايه انا واقف بدور عليها اهو وانا ما لقيتهاش. طب انا مش عارفه راحت فين. هنعملوا ايه طب دلوقتي؟ بص بص هي بتقول ان هي هنا من المنطقه. المنطقه هنا؟ ايوه يا عم. ممكن تيجي معانا يعني هي تعرفها يعني؟ ايوه هي شافت غزل. هي شافتها. شفتي غزل؟ ايوه يا عم. والله ايوه ما انا جايبها معايا ليه يا محمود؟ كانت بتلعب على هافر بورد كده. ايوه قولي والله شفتي. والله شفتها. طب كويس قوي. طب اقول لك على حاجه بدل ما نمشي على رجلينا تعالي اركب معانا العربيه حبيبتي ونلف في العربيه. ايوه اسهل. انت حافظه المكان هنا صح؟ ايوه يا ايوه ماشي. ماشي حبيبتي ممكن تيجي معايا؟ ايوه طبعا. طب معلش يا محمود بنت عندك برد البنت هتتعدى منك. طب خدي سكي. ايوه ايوه لبسها كمامه. ايوه حبيبتي عشان بس انا خايفه عليكي حرام برضو انت زي بنتي وانا مرعوبه عليها بصراحه. يا رب الاقيها يا رب. البسي يا حبيبتي البسي. البسي تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي. العذر يا حبيبتي. نعم انا حاسه ان انا دايخه. تعالي تعالي تعالي. يلا حبيبتي يلا يلا خدي خدي خدي. لف لف كفر. يلا يا محمود. هي دي يا ماما. فينك يا ماما؟
ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت بتقولي فينك يا ماما؟ اه. هو انت تايهه من ماما يا حبيبتي بجد ولا ايه؟ ايوه تايهه. تايهه من ماما؟ آه لا مش تايهه. لا لا تايهه ولا مش تايهه يا حبيبتي؟ لا مش تايهه. مش تايهه؟ اه. ما انا دلوقتي سمعتك بودني بتقولي فينك يا ماما، يبقى انت تايهه من ماما. لا انا عايز اقول لك على حاجه، عارف عمو الظابط دوت؟ اه. تمام، هيوديك الاسم والاسم هناك هيجيبوا لك ماما، ماشي؟ يا عم انا مش تايهه من ماما يا عمو. امال ايه الموضوع بقى فهميني؟ بص يا عمو انا هقول لك، انا وماما بنعمل مقلب في بعض. يعني انت وماما بتعملوا مقلب؟ ايوه. اه بتعملوا مقلب في مين بقى؟ في بابا. في بابا؟ اه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، تعالي كده بيني وبينك، هو ينفع يعني في بنوته شاطره كده زي العسل كده بتكذب؟ ينفع؟ ما لا. ينفعش طبعا. تمام؟ انت عسوله ما ينفعش تكذبي، احكي لي بقى الصراحه واحكي لي الحقيقه. تمام؟ وانا هقدر اساعدك صدقيني. بص يا عم انا هقول. اتفضلي يا حبيبتي، انت زي العسل خلي بالك. بص هي ماما قالت لي اعملي كده اكنك انت تايهه مني، وبعدين هي مثلا يعني هتشوف العيوبه هتسالهم انتوا شفتوا واحده كده راكبه هافر بورد ولابسه فستان بينك. تمام. فهي مثلا هي هتقول لها اه لو شافتني. فبعدين هي بقى بتاخدها في العربية وتلبسها كمامة. بتلبسها كمامة؟ اه. وبعدين يغمى عليها. يغمى عليها؟ اه. طب انت ايه العسل ده؟ بص بقى لو سمعت الكلام هجيب لك حاجة حلوة. تمام؟ ماشي. يلا بينا يا محمد على الاسم. يا محمد هات البتاع ده. لا يا عم، لا يا عم على الاسم، لا والنبي. حبيبتي ما الاسم ده هيجيب لك حاجة حلوة. ماشي. يلا يا محمد هناك. يلا بينا. مين دول؟ مين دول اللي مع غزل؟ غزل غزل بنتي يا محمود، غزل بنتي. اهدي بقى اهدي بقى، بنتك مين دلوقتي؟ شكلنا كشاف. لا لا بنتي، لا يا محمود. إيه الا بنتي إيه الا إيه بنتي غزل. لا هي غزل. هي غزل. تعالى يا عم محمد، يا عم محمد راح فين؟ يا عم محمد تعالى يا عم محمد. هاجي وراهم اجيبهم. تيجي وراهم يا عم محمد، المنطقه هنا كلها كاميرات ومعانا البنت ديت، وهم هناك في القسم هيجيبوها. مين دي يا حبيبتي اللي راكبه العربيه؟ دي ماما. دي مامتك؟ اه. متاكده مامتك؟ مامتك؟ ايوه. ومين اللي واقف معاها دوت؟ ده جوز ماما. ده جوز ماما؟ اه. طب تعالي جدع يا حبيبتي. ازاي دي امها؟ دي في ثانيه واحده باعتها. امال ايه لازم يا محمد بقى؟ بيعملوا حاجه غلط يا عم محمد، لازم تلفت بجلدها. يلا بينا هات البتاع ده، تعالى يلا بينا، تعالى يلا. هتوديه فين يا عم؟ تعالى حته اوديك الاسم.